أضرار كبيرة خلفتها السيول والفيضانات في عدد من ولايات السودان، خلفت عشرات القتلى ودمرت آلاف المنازل وأدت إلى نزوح المواطنين إلى مناطق أخرى. مدينة المناجل في ولاية الجزيرة بوسط السودان كانت من أكثر المدن تضررا، حيث قامت السلطات بإعلانها منطقة كوارث. تفاجأت الأسر في المناجل بالسيول مما خلف قصصا إنسانية مؤثرة. لقينا الخيمة ومش ما سوينا عفشنا يعني للمطر الجاي ولا شفع ولا أي حاجة، لكن لا صدور بياكل. لكن أنا حاجة زور تبيع ناموسية ولا أنا أنا خيمة زور دقة بيفيد أخوه ولا بيجي طرف في حوش ثاني لاقي دقة. لأن بيجي شنو؟ بيجي الأول كل ما بشيل النفر ما بشيل أخوي ده عنده 10 والثاني عنده 10. أراض زراعية واسعة غمرتها مياه السيول والفيضانات مما أدى إلى تدمير المحاصيل الزراعية، الأمر الذي انعكس سلبا على أوضاع المزارعين الذين يعيشون ظروفا صعبة للغاية. قالت السلطات الحكومية أن السيول والفيضانات أثرت على مناطق عديدة في السودان من بينها ولايات نهر النيل والجزيرة وكسلا وولايات دارفور. احنا ان شاء الله نوعد الناس بانه نقف معاهم ما نتخلى عنهم، نشيد بنقدر عليه كله روحنا كلنا نقف مع الناس لغايه ما الناس يرجعوا معززين مكرمين يعيشوا زي ما كانوا عايشين، بل نعمل جاهدين انه ثاني ما يتكرر الشيء اللي حصل ده ان شاء الله. نوفر للناس المعينات للحكومه اللي بتخليها تعمل المتارس، الخيم حتجي والاكل حي كل شيء حيجي ان شاء الله، اصلا ما حنخليكم تقعدوا في الشمس ثاني ان شاء الله. تخوف كبير وسط المختصين في القطاع الصحي من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه في المناطق المنكوبة في ظل انهيار القطاع الصحي وضعف البنى التحتية في البلاد. ومسؤولون حكوميون يقولون أنهم اتخذوا إجراءات عدة لمواجهة هذه المخاطر. إلى الآن في زيادات في حالات الملاريا، وهي نحن لمسناها ومتابعناها من حتى قبل الخريف، ودي كانت بالنسبة لنا إنذار لأنه يكون في حالات زيادة في الملاريا. بنفس الطريقة عندنا حالات حميات نزفية اللي هو حمى الضنك في البحر الأحمر، وعندنا بنفس الطريقة الحمى اللي هو عندنا حمى الضنك برضو في غربي كردفان الآن مسجلة في منطقة غربي كردفان. تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد المتضررين بكوارث السيول والفيضانات قد تضاعف مقارنة بإحصاءات العام الماضي، ومن المتوقع أن يزيد حجم هطول الأمطار في هذه الفترة من شهر أغسطس، وقد تخلف خسائر أكبر في ظل ضعف الاستعدادات لموسم الخريف في السودان. سلافة أبو ضفيرة من ولاية الجزيرة اليوم.